السحرية العجيبة دي هتخلصك من دهون بطنك العنيدة للأبد. هتستخدميها مرة واحدة هتشوفي نتائج رهيبة، هتشلك الدهون العنيدة اللي بتكون في البطن، في الجوانب، في أسفل البطن، كمان هتشلك المشاكل اللي بتكون في المعدة وهتنظف القولون. كمان أحلى حاجة فيها إن هي بتخرج السموم من الجسم وبتشيل الدهون العنيدة وبتزود عندك معدل الحرق في منطقة البطن بشكل رهيب، هتخلي بطنك دي ماكينة حرق بشكل فعال وسريع. لايك للفيديو يا بنات فضلا وليس أمر، ربنا يخليكوا ليا يا رب. ويلا بينا. السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا. النهارده بقى جايبه لكم وصفه حلوه قوي، طلبت مني كتير. مايا انت ليه بقالك فتره ما بتنزليش وصفات لتخسيس البطن؟ مايا انا عندي مناسبه وعايزه حاجه سريعه. مايا انا بشتكي من الام في المعده وعندي كرسومه معده. مايا انا عايزه حاجه تخسس البطن بشكل سريع وفعال وما يكونش ليها اي اضرار، وعايزاها ان هي تفيدني. عايزه اقول لك الوصفه دي سريعه، كمان هتنظف عندك المعدة جدا، هتعالج لك جرثومة المعدة لو عندك، هتنظف عندك اي بكتيريا واي جراثيم او اي مشاكل في المعدة، كمان هتعالج لك كسل الحرق عندك، هتعلي نسبة الحرق عندك خاصة في منطقة البطن، هتشل لك الدهون السفلية والدهون العنيدة في البطن. قبل ما ابدأ وصفتي، لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امر. عايزة بس اقول حاجة سريعة يا بنات، الوصفة اللي احنا هنعملها مع بعض النهاردة هما اتنين، يعني الاتنين مهمين، ما تقدريش تستغني عن واحدة فيهم، بس الاتنين من بيتك ومقادير المكونات بتاعتهم بسيطة جدا، مش هتجيبي اي حاجة من برة ولا هتتكلفي اي حاجة ومفهومش اي مشكلة خالص، فالاتنين لازم تستخدمي الاتنين مع بعض، ما ينفعش تستخدمي واحدة وتسيبي واحدة. هنعمل مع بعض الوصفة الاولى. الوصفة الاولى دي بتعمل ايه؟ الوصفة الاولى بتعالج لك انتفاخات القولون، الالام اللي بتكون عندك في القولون، بتعالج لك الامساك المزمن، بتخليكي تدخلي الحمام، كمان بتعالج لك الكسل اللي عندك في معدل الحرق، عندك كسلان او عندك كسل في الغدة بتعالجهولك، كمان مريحة جدا جدا للمعدة وبتزود نسبة الحرق في منطقة البطن. وهو اول مكون فيها وهو الكمون المطحون. الكمون هبدا اخد معلقه واحده بس كبيره من الكمون. كمون يا بنات غني عن التعريف ورهيب للتخسيس، بيخسس جدا. هبدا اخد منه معلقه، وكمان في ميزه حلوه قوي ان هو بيخرج الانتفاخات والغازات والمشاكل اللي في القولون، كمان بيعالج الامساك المزمن. هبدا اخد معلقه واحده بس من الكمون المطحون، وهبدا اخد عليها معلقه صغيره من لبان الدكر او الكندر. ممكن تستبدلي لبان الدكر بالقرنفل، هتحطي 5 حبات فقط. القرنفل بيتحط حبات يا بنات، ما ينفعش يستخدم بشكل عشوائي عشان غلط. اللبان الدكر انا عندي شاريه حبات صغيره، انت ممكن لو عندك حبوب كبيره بتحطي حبيتين كبار، لو ما عندكيش وعندك حبيبات صغيره زي ما انا مشتريها كده هتبداي تحطي منها معلقه صغيره من لبان الدكر. هنحط لبان الدكر على معلقه الكمون، وهناخد المكون السحري ده وهو بذور الكتان. بذور الكتان بيخلي المعده دي تقفل، ما بيخليكيش تاكلي كتير، وكمان في ميزه حلوه قوي، بيقفل نفسك عن الحلويات، لان اكتر حاجه بتخلي البطن تزيد الحلويات. فهنبدا ان احنا ناخد هنبدا ان احنا ناخد معلقه من بذور الكتان على المكونات بتاعتي دي، تمام؟ وهبدا ان انا احط عليهم ميه تكون مغليه بالشكل ده، وهبدا ان انا اقلبهم كويس. واخده دور برد جامد يا بنات، ادعولي بالشفاء، بقالي فتره والله. وهبدا ان انا اقلبهم. هبدا بقى ان انا اعمل ايه؟ هبدا ان انا اغطي الكوبايه بتاعتي دي، لازم تتغطى. بعد ما هغطيها هسيبها لمده 15 دقيقه او 20 دقيقه تتنقع، ولانها بتتشرب دافيه. لو احنا عايزين نسكرها يا بنات هنبدا ان احنا نجيب عسل نحل، بس يكون عسل نحل كويس، نوعيه تكون كويسه. وهبدا ان انا احط معلقه صغيره من عسل النحل. ممنوع السكر نهائي في المشروب ده، هنشربه مره واحده فقط على الريق.
او ممكن تستخدميه، اسفه جدا، هتستخدميه مره قبل النوم. الوصفه التانية هي اللي هتكون على الريق. الوصفه دي قبل النوم يا بنات مباشره، هنشربها وهننام، تمام؟ مره واحده بس في اليوم قبل النوم. الوصفه التانية يا بنات، كل اللي احنا هنحتاجه، هنحتاج كوبايه من الميه الدافيه، تكون ميه دافيه، مش ميه مغليه ولا ميه ساقعه من الحنفيه، انا عايزاها تكون دافيه، تمام؟ يعني هندفي الميه بتاعتنا ونستخدمها، تمام؟ تمام. هبدأ بقى اعمل ايه؟ هبدأ اخد فصين من التوم. التوم من الحاجات الرهيبة للتخسيس وتنظيف المعدة، بيخسس جدا يا بنات. هبدأ اخد حبيتين من التوم، وهبدأ ان انا اقطعهم بالشكل ده كده قطع صغيرة، طبعا يكونوا فصين كبار من التوم على المية الدافية بتاعتي. ما تقلقيش من ريحة التوم، ما تقلقيش خالص من ريحة التوم. هقولك على حركه هتعمليها بعد ما تشربي الوصفه دي علشان ما يبقاش ليكي اي رائحه فم من ناحيه التوم خالص، مع ان احنا مش هناكله، احنا هنشرب ميته فقط، تمام؟ حطينا فصين من التوم، تمام، بالشكل ده. هنبدا ان احنا نجيب معايا هنا بالشكل ده كده، تمام. هنبدا ان احنا نجيب معايا زيت زيتون، وهبدا ان انا اخد معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وهبدأ ان انا اقلبهم كويس قوي، زيت الزيتون مع التوم بالشكل ده، تمام. وهنسيبهم في المية الدافية منقوعين، زيت الزيتون منقوع مع التوم بالشكل ده، هنسيبهم متغطيين من بالليل لحد الصبح. يعني هنعمل الخطوة دي كده بالليل وهندخل ننام. طبعا هنكون عملنا المشروب ده وشربناه قبل ما ننام، هنعمل الخطوة دي ونقفل ونغطي وبعدين ننام. نيجي تاني يوم بدرجة حرارة المطبخ هنعري وهنصفي التوم، مش هناكله خالص، وهنشرب المية بتاعته. هنشرب الوصفة دي يوميا على الريق. عايزة اقولك استخدميهم يوم واحد وشوفي النتيجة. من اول يوم هتلاحظي فرق حلو قوي، وهتلاحظي انك مرتاحه اول الوصفه، هتحسي في تغيرات حلوه قوي حصلت لك، فجربيها حلوه جدا. طيب بالنسبه بقى للبنات اللي عايزه تستخدم الوصفه وخايفه من ريحه الثوم، يا مايا احنا يعني انا خايفه بصراحه من ريحه الثوم لانها هتديني ريحه مش حلوه، هقول لك هتعملي حركه حلوه قوي. حتى لو انت مش هتستخدمي الثوم وعايزه حاجه تعطر رائحه فمك، انت اول ما تستخدميها هتروح اي ريحة، حتى لو كنت واكلة فحل بصل او فحل توم، مستحيل هيبقى ليكي ريحة في فمك نهائي كريهة. هتبدأي تجيبي معلقة من القرنفل ومعلقة من لبان الدكر او الكندر، وهتبدأي تحطيهم عندك في كوباية، في كوباية كده كبيرة شوية، اسفة. وبعد كده هتبدأي ان انتي تحطيهم، وهتبدأي تنزلي عليهم بمية تكون مغلية، وهنحط ربع معاهم ربع معلقه من الملح لو انت عندك مشاكل في اللثه او في الاسنان وعايزه كمان انك تعالجيها او تزيلي التسوس من اسنانك، يعني دي كمان هتنفع، يعني لو انت حابه اضافه مني. هتبداي تحطيهم وتحطيهم على ميه مغليه، كوبايه كبيره من الميه المغليه عليهم، وهتسيبيهم منقوعين لمده ساعتين، بيكونوا بردوا خالص. بعد كده هتبداي تحطيهم عندك في ازازه، وهتبداي تسيبيهم عندك في الحمام، ما بيحطوش في الثلاجه، ما بيفسدوش خالص. هتبداي ان انت تمضمضي بيهم بقك مره الصبح ومره بالليل، اتفرجي بقى على جمال وريحه فمك هيبقى عامله ازاي. والله ريحه فمك دي هتبقى زي المسك، حتى لو شربتي كل يوم توم وكلتي كل يوم بصل مش هيبقى في ريحه في بقك اي حاجه، تمام. استخدميها تحفه. يا رب اكون قدرت افيدكم، اشوفكم على خير.